لم ينجح إلا في السطو على السلطات والصلاحيات وتعميق الأزمات. فشلت كل معالم الخارطة السياسية التي أعلنها غدا انقلابه في 25 يوليو 2021. أولى محطاتها كانت استشارة إلكترونية. تنظيم استشارة شعبية بداية من الفاتح من شهر جانفي القادم، على أن تنتهي هذه الاستشارة في الداخل وفي الخارج على السواء في 20 من شهر مارس. الاستشارة قوبلت بتجاهل واسع دفع قائد الانقلاب لتمديد فترة المشاركة، ثم اتهام معارضيه أنهم سبب الفشل، فهم من شوشوا على استشارته عبر الذبذبات والأقمار الصناعية، ثم عاد ليعلن كاذب النجاح الاستشارة. هذه الاستشارة الوطنية، وهي أول حلقة في الحوار الوطني، وهي ناجحة بالرغم من كل محاولات الإحباط. ومع كشف تزوير الأرقام والمهازل التي رافقت تنظيمها، خرج سعيد مجددا ليقر بالفشل. بالنسبة إلى الاستشارة التي تمت، العدد كان دونه المطلوب. ثاني محطات خارطة المنقلب السياسية كان الاستفتاء على دستوره الجديد، بعدما ألغى دستور الثورة الذي أقسم على حمايته تحت قبة البرلمان، ثم استغله لتبرير انقلابه مستخدما أحد فصوله بتأويل فاسد رفضه الخبراء الدستوريون ومحكمة حقوق الإنسان الإفريقية، رماه جانبا وشكل لجنة لصياغة دستور بديل قبل أن يتجاهل كل مقترحاتها ويكتب نسخته الخاصة ويطرحها للاستفتاء. يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 من شهر جويلية. وجاءت ذكرى الانقلاب الأولى في 25 من يوليو 2022 بمقاطعة نحو 70% من الناخبين لاستفتاء الدستور المهزلة. مضى في هوسه بجمع السلطات والبلد تغرق في الأزمات، عقد انتخابات تشريعية بهيئة نصبها بنفسه وقانون الانتخابي صاغه بنفسه. تنظم انتخابات تشريعية إن شاء الله تعالى وفق القانون الانتخابي الجديد يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 2022. وكانت صفعة الناخبين مدوية، 90% قاطعوا مسرحية انتخاباته التشريعية. ونقرأ الأرقام لا بنسبة التصويت ولكن بنسبة العزوف، لماذا رفض التونسيون المشاركة في الانتخابات بالرغم من تغيير طريقة الاقتراع؟ فشلت كل محطات خارطته السياسية التي أعلنها بعيد انقلابه، عجز عن إطفاء غطاء من الشرعية عليه، حتى من ساندوه باتوا معارضين له، ولم يبق له من سلاح غير القمع الأهوج.